السؤال قبل بطاقة الشفاء تاعو نعطيو له الفيرتو الضروة حتى لو 31. تمحور هذا اللقاء حول التدابير الاستثنائية التي جاء بها الأمر الرئاسي رقم 1221 المتضمن تدابير استثنائية لإلغاء غرامات وزيادة التأخير بالنسبة للمستخدمين المدينين اتجاه الصندوق. في هذا الإطار أحصينا 10600 مدينة على مستوى وكالة قسنطينة أين تم إلغاء عقوبات التأخير وزيادة التأخير بالنسبة ل 4100 مؤسسة مدينة، والباقي 6500 مدينين اتجاه الصندوق بالاشتراكات الأساسية. هذا الأمر الرئاسي أعطى الفرصة لهذا الغير الآجر أنه يتقدم للصندوق ويسلك الاشتراك تاعو، سواء يسلك الاشتراكات السنة الحالية أو السنة الماضية أو اكتتاب جدول دفع بالتقسيط، وسيستيماتيكمون دونك عندنا الإعفاء الكلي من زيادة غرامة التأخير.